متابعين ماروك أطلس سبور داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كنقول لكم السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي اللي غادي نهضروا فيه على المباراة اللي انتهت قبل قليل بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق سمارتيكس الغاني. النتيجة كانت هدفين لمثلهما تعادل. الأداء نقدر نقول لكم كارثي لفريق الرجاء البيضاوي، رغم تألق ديال الزريدة الأول، رغم تألق أيضا ديال زيلة والزرعوني، لكن الديفونس فيه مشكل كبير. كاسور ما كانش في الرجاء، زنيتي كان خارج التغطية اليوم، أهداف هدايا دخلات على زنيتي باش نكونوا واضحين. زنيتي اليوم ما غنلوموش كثر ما غنلومو أن الديفونس ما كاينش ديال فريق الرجاء البيضاوي، وهذه النقطة اللي طرقنا لها مرارا وتكرارا. كنهضروا على الديفونس، كنهضروا على كاسور، كنهضروا على راس حربة، مازال ما جا حتى شي واحد، كاين فقط المفاوضات بدون جدوى باش نكونوا صريحين. العمل صعب كتسييري في فريق الرجاء البيضاوي، ايه غنعذروا على الرئيس عادل هالة، لكن غادي نلوموه على الاختيارات ديالو، اللي انا كنت كنلومو من الاول، وكانوا كينوضوا لي شي واحد كيقول لا انت كتخربق انت هذيك، ايه كنلومو على الاختيار ديالو. المدرب روسامير لا علاقة له بالرجاء وما يستحقش يدير فريق الرجاء البيضاوي، مدرب ما عندوش الشخصية ديال انه يقلب الماتش، ما عندوش التكتيك باش يقلب الخطة، ما كيعرفش يرجع في النتيجة بعد ما كان منتصر اصبح خاسر، ما رجعش في النتيجة وربح، يعني لولا تألق زريدة وللأسف اللي خرج بحمراء فكنا غادي نشوفوا أداء كارثي وهزيمة كارثية لفريق الرجاء البيضاوي. أول شيء خصو يديرو عادل هالة، خصو يبحث على المدرب، خصو يبحث على المدرب، وكافة أنك تبقى تقول مازال ما تحكمش على الأداء ديال المدرب. لا سيدي حنا حكمنا عليه، ما عندوش الشخصية ديال المدرب داك السيد، داك السيد ماشي مدرب في قيمة ديال فريق الرجاء البيضاوي، أي فشل فأنت كتحمل المسؤولية ديالو ماشي المدرب، باش نكونوا واضحين. حنا حنا كندافعوا عليك، كن معجبين بالسياسه ديالك ديال فريق الرجاء البيضاوي، وانك بغيتي تقضي على الازمه، معجبين انك كتجيب السيوله، انك باغي ترفع المنع، لكن خصنا نلوموك في الاختيارات ديالك. هذه راه الرجاء ماشي الفرقه ديالك عادل هالة، هذه راه فريق الرجاء البيضاوي، فريق ديال واحد النسبه كبيره ديال المغاربه اللي كيبغوا فريق الرجاء البيضاوي. ما تجيش انت تفرض الاختيار ديالك فاشل، مدرب فاشل، وتخرج في التصريح وتقول علينا انا وجبتي المدرب اللي رخيص في السوق مقارنه مع ميزانيه ديال فريق الرجاء البيضاوي. لا عادل هذا كلام غير مقبول منك، هذا بتاتا انك تفرض علينا مدرب فاشل تكتيكيا، مدرب اللي ما كيعرفش يرجع في النتيجه، المدرب اللي ما كيعرفش يتعامل مع التوليفه اللي عنده، المدرب اللي ما عرفش كيفاش يخلق فرص وكيفاش يدور كره. عطى العذر ديالو في التصريح ديالو ان سبب التعادل وسبب الاداء الكارثي هي ارضيه الملعب، ارضيه الملعب كانت على الراجع على الفريق الغيني، باش نكونوا واضحين. هذا ماشي مبرر، المبرر اللي غنقول هو ان هذا المدرب يجب الاقاله ديالو، ويجب البحث عن مدرب اخر، لان مباراه ديال طنجه غتكون مباراه فاصله في مشوار هذا المدرب هذا. وكونوا على يقين، مدرب لا يستحق تدريب فريق الرجاء البيضاوي، اعيد واكررها، مدرب لا يستحق تدريب فريق الرجاء البيضاوي. نرجع شوف الفيديوهات ديالي اللي قبل من البدايه ديال زيمباور مع فريق الرجاء البيضاوي، رغم هذيك الموجه ديال انه كلشي كيطالب الاداره ديال البودريقه باقاله زيمباور، كنت كنخرج في الفيديوهات كنقول لهم لا زيمباور مزيان، زيمباور عطيوه الفرصه، زيمباور غادي مزيان بالرجاء، لحد الان ما كاين حتى شي هزيمه، غادي في الطريق الصحيح، وفعلا مشى في الطريق الصحيح وفاز بلقب البطوله بدون هزيمه وكاس العرش. ف ما تجيش عادل هالة تفكرنا في الاداء او تفكرنا في التصريح ديال الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي عزيز البدراوي، فاش جاب مدير كبير وقال لهم جبت ارخص مدرب كاين في السوق. هذه الرجاء البيضاوي، هذه فريق اللي وصل الفينال ديال كاس العالم، اول فريق وصل اقصائيات ديال كاس العالم في البرازيل، اول فريق مغربي سجل في كاس العالم للانديه. فما تجيش انت عادل هالة، احنا عرفنا التراجعات ديالك، لكن الاختيارات ديالك كانت فاشله، اختيار ديالك المدرب كان فاشل، وماشي المدرب اللي غنحملو الهزيمة أو غنحملو التعادل أو غنحملو لا قدر الله إقصاء من كأس ديال العصبة، غنحملوك أنت المسؤولية عادل هذا.
حنا كنشجعوك كندافعوك على المصلحه ديالك ما عرف شنو، لكن في الاختيارات ديالك المدرب كنت كان اختيار فاشل، ما عرفتيش تتعامل مع الاختيار ديال المدرب. مشى زيمباور، خذ وقتك اسيدي، خذ وقتك اسبوع اسبوعين، دير لجنه، قلب على مدرب اللي غادي يقدر يرجع الفريق الرجاء البيضاء والسكه الصحيحه، وغادي يقدر يفيد فريق الرجاء البيضاء. ما تجيبش لنا مدرب انك انت ملقيتي ما دير قلتي ارانسيني لهاد المدرب هذا، على الاقل راه كاين المدربين في السوق عندنا، راه كاين الحيمر، كان السلامي ديك الساعه مع الفتح وكان باغي يمشي من الفتح، علاش ما فتحتيش واحد البوابه ديال المفاوضات مع هاد المدربين هادو؟ علاش بان لك غير المدرب الاجنبي رغم انك ما بغيتيش توقع المدرب الالماني حيت طالب انه يجيب الطاقم ديالو، وهذا من حقه الا بغى النتائج وكان غيتحمل المسؤوليه ديال النتائج والفشل ديالو ولا النجاح ديالو، فمن حقه يجيب الطاقم ديالو. ما تفرضش عليه الطاقم ديالك نتايا، وما تفرضش عليه داك جيرانك، حدك انك تفرض عليه عمر والناس اللي عارفين الكفاءه ديالو في فريق رجاء البيضاوي. مباراه عرفت كانت في الاول هزيمه لفريق رجاء البيضاوي، وكان رجاء منهزم علامه كبيره على الهدف اللي ماركاو الفريق الغيني، لكن هذا ماشي مبرر، لان شفنا باش نكونوا واضحين وغنقول لكم بهذه الدرجه، شفنا ثقبه كانت في الديفونس، خط الوسط ما كاينش، ان زاد زريده طرد وخدع حمراء مجانية بكل صراحة. زريدة أصبح في المباريات الأخيرة متهور، وذلك راه بين عادي ما كاينش الشخصية ديال المدرب، راه مع زيمباور ما كان زريدة كيدير هاد البسالة كاملة، باش نكونوا صريحين. نعم زريدة كيتقاتل، زريدة كيلعب، زريدة كيموت على الرجاء، لكن لافونس بزاف ما مزيانش الفريق الرجاء البيضاوي. هدف فيه تساؤلات، يعني هو تسلل صحيح، لكن ما نسيناش من الاداء الكارثي ديال فريق الرجاء البيضاوي. ونهضروا ايضا على زيلا اللي كان متالق في المباراه، بطبيعه الحال كان متالق في المباراه. زيلا منين كتوقف عليه الرجاء كتلقاه واجد، بوماده الصفراء ديال فريق الرجاء البيضاوي، الرجل ديما موجود، ربح كبير لفريق الرجاء البيضاوي، لكن الاداء ديال اليوم ديال الديفونس راه ما كاينش. عادي لا لا، جا الوقت باش تقلب على مدافعين وتقلب على راس حربه وتقلب على مدرب. حنا كنا كنقولوا غير جيب لينا راس حربه وجيب لينا ديفونسور، دابا ولينا كنقولوا جيب لينا راس حربه وجيب لينا ديفونسور وجيب لينا مدرب، لان الاختيار ديال المدرب روسامير اختيار فاشل. مدرب جربناه مع الفريق ديال اقل من 19 سنه او فريق الامل اللي لعب كاس التمييز، شفنا انه مدرب فاشل، مدرب ما عرفش يتعامل مع اللاعبين، ما كيعرفش اللاعبين، غير مشى جلس في البونشوش وكيتفرج في اللاعبين كانه احد من الجماهير. كنتمنى ان هذا المدرب ما يبقاش مع فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنى اعزائي المتابعين تعطونا الراي ديالكم في المدرب، واش انا غلط في هذا التصريح ديالي، واش انا غلط في هذا التحليل ديالي، ان المدرب لا يستحق فريق الرجاء البيضاوي، لان كنشوف ان المدرب لا علاقه له بفريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي كبير على هذا المدرب، احسن قرار يقدر يديره المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي هو الاقاله ديال هذا المدرب، والبحث عن المدرب بالطاقم ديالو مع الاحتفاظ بالمعد البدني عمر ونيس. بكل صراحه ما شفنا حتى شي تغير، بل شفنا الرجاء البيضاوي كتراجع المستوى ديال اللور، لان التوليفه اللي كان خالقها زيمباور، وكان حاكم الفيسيار بكل صراحه، وكان عارف كيفاش كيلعب كره وكيفاش كيتريني باللاعبين، فكان دور كبير. لا نقدروا نتحسر على هذا المدرب اننا ضعنا فيه للاسف، رغم انه ماشي الرجاء اللي فرطات فيه، ولكن هو اللي ما بغاش يستمر للاسف. فكان البحث عن مدرب بالقيمه ديال زيمباور او اكثر من القيمه ديال زيمباور اللي غادي يعطي واحد التوهج لفريق الرجاء البيضاوي، لان كل ما اختاريتي مدرب وطاقم ولاعبين فراه انك انت غتنافس على الالقاب، على الاقل غتوصل نصف النهائي ديال العصبه. ماشي حنا كنمشيو باش ننشطوا هذه السنه، ما بغيناش نسمعوا التنشيط، حنا ما بغيناش نمشيو ننشطوا العصبه، ما بغيناش ننشطوا البطوله، ما بغيناش ننشطوا كاس العرش او كاس العرب،
هذه ماشي من الشيم ديال فريق الرجاء البيضاوي وماشي من المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي. ف نقدروا نقولوا نعم المنع غادي ترفع غادي يستافد من الخدمات ديال اللاعبين اللي جاوا، لكن انا كنهضر على اداء ديال المدرب ما كانش في المباريات الاخيره ديال فريق الرجاء البيضاوي، ما كايناش ديك اللمسه او ديك لا فالور ديال المدرب اللي كتكون في كاع الفراقي ما كايناش. ما نساوش ايضا الجماهير اللي تنقلات الى غينيا لتشجيع فريق الرجاء البيضاوي، الفصائل ديال فريق الرجاء البيضاوي ديال غرين بويز للايغلز، ناس اللي ديبلاصو مع فريق الرجاء البيضاوي، ناس اللي مشاو باش يشجعوا فريق الرجاء البيضاوي رغم الاكراهات رغم حاله الطقس رغم اشياء كثيره، الا انهم حب الفريق ديالهم خلاهم انهم يمشيو يديبلاصاو انهم مشاو يشجعوا الفريق حتى اخر دقيقه رغم الاداء الكارثي ديال لاعبين فريق الرجاء البيضاوي. للاسف الشديد غادي نهضروا على انس زنيتي الحارس المرمى ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي اليوم ما كانش في النهار ديالو. اليوم الاهداف اللي تلقاها كيتحمل المسؤوليه ديالو، اهداف ما كانوش يتسجلوا على فريق الرجاء البيضاوي، اهداف اللي كانت سهله رغم لانه ما عرفش كيفاش يتعامل مع الامساك ديال الكره، ما كانش في النهار ديالو باش نكونوا واضحين، رغم انه انس زنيتي غني عن التعريف حارس كبير حارس اللي عطى الفريق الرجاء البيضاوي، الا ان انس زنيتي ما عرفش يتعامل مع هذه المباراه وكان الضحيه ديال غياب الديفونس ديال فريق الرجاء البيضاوي، غياب الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي، ما كاينش على من تعول الوسط بهير فيه ما تقدرش تعول عليه لان غير في المستوى ديالو ضعيف، كامارا تالف في الديفون في الوسط ايضا ككاسور تالف حتى هو ما تقدرش تعتمد عليه، يعني ربما الان فريق الرجاء البيضاوي كيدفع الضريبه ديال عدم الاختيار الجيد للاعبين باش نكونوا واضحين. كل الظروف مواتية أننا ننافسوا على العصبة، لكن بالأداء الكارثي اللي كاين ديال اللاعبين حاليا اللي السبب ديالهم راه قلنا هو المدرب ما فارش الشخصية ديالو ما فارش الطريقة ديال السير ديالو القلعة الخضراء، ربما كيبان لينا حنا وأنا كرجاوي وايضا الناس اللي كيتبعين الجديد ديال فريق الرجاء البيضاوي كيتفرجوا في فريق الرجاء البيضاوي كيبان لهم المدرب ما عندوش شي قيمه داخل فريق الرجاء البيضاوي، مدرب كيبقى غير واقف كيتفرج في اللاعبين ما كيعطيش التعليمات ما كيعرفش يقلب الماتش ما حتى شي حاجه. ف ربما خفيفي ما تقدرش تعتمد عليه بوحدو لان العراسي ضعيف جدا، العراسي افضل قرار خصو يديرو هو انه يمشي اعاره لاحد الفرق، خاص تجيب ديفونسور من القيمة ديال خفيفي اللي يقدر يعاون خفيفي في الديفونس، لأن مازال غتلعب البطولة مازال غتلعب كأس العرش مازال غتلعب كأس العرب مازال غتلعب العصبة، يعني مباريات ماراطونية غتكون عند فريق الرجاء البيضاوي، خصك ضروري الخلف خصك ضروري 11 لاعب و11 لاعب في البونتوش. ما نساوش ان المباراة الجاية ما يكونش حاضر فيها زريدة بسبب انه خدا البطاقة الحمراء، زريدة كان في غينة على هذا التصرف، نقدر نقول لكم انه خدا بطاقة حمراء مؤثرة على فريق الرجاء البيضاوي، ودابا شكون اللي غادي يلعب في خط الوسط وما كاينش زريدة حاليا، هير في اظن هي هذه المباراة الأخيرة له رفقة فريق الرجاء البيضاوي، كامارا ما تقدرش تعتمد عليه، يعني مشكل عويص غادي يلقى فريق الرجاء البيضاوي في خط الوسط في المباراة القادمة. للأسف الشديد صعبنا علينا المباراة، ممكن أن هذا الفريق هذا يحرجنا في الدار البيضاء باش نكونوا واضحين، لأنه عندهم مهاجم قناص كيلعبوا كرة ما كيستسلموش، عندهم واحد إعداد بدني قوي جدا، ربما كان السبب أنه تلقاو دوك الهدفين عدم كما كنقولوا تجربة خانتهم تجربة، لكن كمباراة فهم لعبوا مباراة كبيرة مع فريق الرجاء البيضاوي، رغم أن كما كتشوفوا الصورة قدامكم الهدف اللي تسجل على فريق الرجاء البيضاوي كان من تسلل، لكن هذا ما يخليناش أننا نلومو المدرب على الأداء السيء اللي ظهر به اليوم ونلومو اللاعبين على التواضع ديالهم في هذه المباراة.
على العموم هادشي اللي كاين في في التحليل ديال هاد المباراة ديال اليوم. كنتمنى منكم تعطونا الاراء ديالكم في المدرب، واش يستحق يدرب فريق رجاء بيضاوي او لا. ايضا دعمونا بالبارتاج مع الضغط على زر الاعجاب. شكرا لكم والى اللقاء.